أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، مستمعينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. على بركة الله تعالى وتوفيق هذه الانطلاقة الأولى لثاني أيام المهرجان، المهرجان الكبير الذي يقام تحت رعاية سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه. إذن هذه بداية الخير والمحبة من ثاني أيام المهرجان للفترة الصباحية يوم الاثنين 15 من جماد الأول لعام 1432 هجريا، الموافقة 18 من أبريل لعام 2011. إذن انطلاقة الشوط الرئيسي، الشوط الرئيسي وشوط الكاس، شوط الكاس مقدم اسمه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. في هذه الانطلاقة جائزة هذا الشوط شوط الكاس ولاند كروزر بكب لصاحب المركز الأول والذي سيتألق في هذا الشوط. مع هذه الانطلاقة أيضا لا ننسى الشكر لجميع الداعمين لهذا المهرجان الكبير، شكرا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم الداعم الرسمي لهذه الفعاليات، وشكرا للسيد محمد بن زايد المنصوري ايضا الداعم لهذا المهرجان، شكرا لجميع الداعمين لهذا المهرجان. اذا مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، الانطلاقة الموفقة مع انطلاقة شوط الثنيان القعدان والثمانية كيلومترات هي التي تحتضن هذا الشوط. المسير تسير مع المراكز الأولى ومع هنالك سراب في مقدمة هذا الشوط، تعود ملكية السيد عيسى بن راشد المطيوعي اللي يحتل المركز الأول في هذا الشوط. ننتقل مباشرة مشاهدينا متابعينا في كل مكان مع ثاني المراكز، هنالك المجد للسيد مبارك بن محمد البريدي الهاجري هو من يتواجد مع المركز الثاني. انتقل بدوري مع المركز الثالث، المركز الثالث اصيل للسيد محفوظ بن خميس الجنيبي من يحتل المركز الثالث، وانطلاقته ايضا اللي هو اصيل مع المركز الثالث. بهذه اللحظات نعود مع المركز الرابع، المركز الرابع خبر عاجل من يحتل المركز الرابع للسيد عوض بن حمد بن بياد الرميثي هو من احتل المركز الرابع. المركز الخامس يتواجد النايف لعبيد بن شينان المري هو من تواجد ايضا على المركز الخامس. المركز السادس انتقل مباشرة مع المركز السادس اللي هو مستحيل سالم المتعرض العفاري من احتل المركز السادس، والمركز السابع في هذه اللحظات الجذاب للسيد عواد بن هندي العنزي في سابع المراكز. انتقل مباشرة مع المركز الثامن غرام او عزام لعبد الله بن طلال بن ظافر العجمي يتواجد مع المركز الثامن في هذه اللحظات. الدور دور المركز التاسع، المركز التاسع مشاهدينا الاعزاء عز الجيش وتعود ملكيته السيد مسعود بن علي بن حمده المري في تاسع المراكز. المركز العاشر الحاكم تعود ملكيته للسيد متعب بن صالح المري هو من يحتل المركز العاشر. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء مستمعينا في كل مكان للعشرة المراكز الاولى بالوفاء والتمام كاملة مكملة انطلاقة بهذا الشوط، الشوط الرئيسي، الشوط الحماسي، الشوط الممتع، الشوط اللي يتنافس فيه هذه الشعارات التي تتألق دائما في أجواء ميادين دول الخليج. والآن
تشارك في جوهرة الميادين، جوهرة الميادين الذي يحتفن هذه الشعارات المعروفة والتي لها تألق دائما متميز بوسط المنافسة المشرفة برياضة الهجرة العربية الأصيلة، رياضة الآباء والأجداد. إذا لازم نتواصل مع المتميزين دائما مع المراكز الأولى في هذا الانطلاق المتميز، وأتمنى إن شاء الله من الأخوة أيضا المشاركين أو العشرة المراكز الأولى التي تحصل على جوائز في هذا السباق، أتمنى لهم أيضا التوفيق، وأتمنى منهم أيضا أن يتنافسوا بهذه المنافسة المشرفة التي دائما يشارك فيها الأخوة الملاك في هذه السباقات وفي هذه الفعاليات. إذا مسيرتنا تسير دائما مع المراكز الأولى، ونعود مع أصيل. أصيل للسيد محمود بن خميس الجنيبي يتواجد مع المركز الأول في هذه اللحظات وفي هذا المنافسة القوية وللمشاركة لأصيل للسيد محمود بن خميس الجنيبي مع المركز الأول. المركز الثاني النايف للسيد عبيد بن شيران المري. المركز الثالث في هذه اللحظات انتقل مباشرة مع المركز الثالث المجد للسيد مبارك بن محمد البريدي الهاجري يتواجد على ثالث المراكز. انتقل مباشرة مع المركز الرابع، هنالك ايضا ارى مستحيل غير مستحيل مع المركز الثالث لسالم بن متعرض العفاري مع المركز الثالث، ويبقى في المركز الرابع المجد للسيد مبارك بن محمد البريدي الهاجري في رابع المراكز. المركز الخامس هنالك الجذاب السيد عواد بن هندي العنزي مع المركز الخامس في هذا الانطلاق. المركز السادس اللي هو عز الجيش للسيد مسعود بن علي بن حمده المري يتواجد مع المركز السادس. المركز السابع هنالك مشاهدينا الاعزاء مستمعينا في كل مكان من يصل في هذه اللحظات، او السبع للسيد محمد بن طحنون بن مهيره المري اذا صح الاسم مشاهدينا الاعزاء. المركز الثامن من يصل سراب للسيد عيسى بن راشد المطيوعي. المركز التاسع يا سلام يا سلام يصل متعب مشاهدينا الاعزاء، وتعود ملكيه للسيد ناصر بن مبارك بن فهيد العجمي وعلي بن زنيفر المتابع لهذا الشعار. المركز العاشر من يصل في هذه اللحظات همام لصالح الكريبي المري، وهم الهمه يا همام في هذا الانطلاق. اذا العشر المراكز الاولى المتنافسه في هذا الشوط الاول والرئيسي شوط الكاس، شوط الكاس مقدم من سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم الداعم الرسمي لهذا المهرجان في هذا الانطلاق المتميز والرائع في هذه الفعالية بهذا المهرجان، المهرجان الكبير الذي يحتضن هذه الأعداد وهذه الشعارات التي دائما لها تألق. مرحبا مرحبا بجميع الأخوة، مرحبا بجميع الأخوة المشاركين الذين يتنافسون بهذه المنافسة القوية والمبدعة دائما في هذه المهرجانات وبهذا المهرجان، مهرجان سيدي أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه. إذا مسيرتنا دائما مع العشر المراكز الأولى المتألقة في هذا الانطلاق الرائع والمتميز في هذه الفترة الصباحية. أعود مع أصيل، أعود مع أصيل مع مقدمة الشوط لمحفوظ بن خميس الجنيبي يتواجد على المركز الأول في هذه اللحظات المنطلق بكل قوة وبكل جدارة. يا سلام يا سلام النايف، النايف على المركز الثاني لعبيد بن شينان المري حمدة المضمرين يصل في هذه اللحظات وفي هذا الانطلاق المتميز. وللمشاركين في هذه المنافسة المركز الثالث من يصل اللي هو مستحيل 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 مع المركز الثالث للسيد سالم المتعرض العفاري. المركز الرابع، المركز الرابع الجذاب سيد عواد بن هندي العنزي مع المركز الرابع. انتقل مباشرة مع المركز الخامس في هذه اللحظات من تواجد في هذه الانطلاقة الموفقة، يصل عز الجيش لسيد مسعود بن علي بن حمده المري، ولكن غير السبع للسيد محمد بن طحنون بن مهيره
المري مع المركز الخامس، المركز السادس البارود تعود ملكيه للسيد علي بن سالم بن الدحيه، المركز السابع ومتعب للسيد ناصر مبارك فهيد، العدم يتواجد مع المركز السابع، المركز الثامن يصل عز الجيش لمسعود بن علي الحمده، المري المركز التاسع اللي هو سراب لعيسى بن راشد المطيوعي، عاشرا من يصل الحاكم لمتعب بن صالح المري. اذا العشر المراكز الاولى المتنافسه في هذا الشوط. يا سلام، اعود مع مقدمه الشوط، اعود مع المنافسين، اعود مع عمده المضمرين المتالق في هذا الانطلاق المتميز للفتره الصباحيه. اذا 1200 متر ما يتبقى على نهايه الشوط الرئيسي، الشوط الرئيسي اللي بتحبس فيه الانفاس والمتنافسين في هذا الشوط، الكيلو الاخير المتبقي على نهايه الشوط، على نهايه الكاس، الكاس بانتظار، انتظار من يا هل ترى، يا هل ترى الشوط الرئيسي، الشوط الرئيسي، الشوط الحساس في هذا الانطلاق المتميز والمبدع لجميع المشاركين. اذا اصيل، اصيل يغير وينتزع الصداره في هذه اللحظات، تعود ملكيه المحفوظ بن خميس الجنيبي مع المركز الاول في هذا الشوط. اذا هذه اللحظات الاخيره المتبقيه، ولكن اصيل، اصيل سيد محفوظ بن خميس الجنيبي مع المركز الاول، المركز الثاني النايف لعبيد بن شينان، المري في ثاني المراكز، المركز الثالث يصل مستحيل لسالم المتعرض العفاري، ولكن روح يلي بتروح، اصيل مع اصالته، مع اصالته المتميزه لسيد خميس بن محفوظ بن خميس الجنيبي مع المركز الاول. اذا هذه لحظات وصول، اصول اصيل الى خط النهايه، معلن الفوز والناموس بهذا الانطلاق المتميز للفتره الصباحيه. تهانينا، الف مبروك للسيد محفوظ بن خميس الجنيبي وفايز بن حمد العويسي اللي متابع. ايضا اصيل مع المركز الاول، اصيل واصيل واصيل واصيل، تهانينا والف مبروك للسيد محفوظ بن خميس الجنيبي على فوز اصيل في المركز الاول. تهانينا، الف مبروك، هذه لحظات الوصول الى خط النهايه مع الفوز والناموس. المركز الثاني السبع محمد بن طحنون بن مهير، المركز الثالث مستحيل ليسالم المتعرض العفاري، المركز الرابع النايف لعبد بن شنال، المركز الخامس البارود السيد علي بن سالم المري، وايضا وصول الحاكم المتعب بن صالح المري. اذا تهانينا مشاهدينا الاعزاء مستمعينا في كل مكان، تهانينا والف مبروك للسيد محفوظ بن خميس الجنيبي على فوز اصيل في المركز الاول وحصوله على الشوط الرئيسي لبدايه هذا الانطلاق. تهانينا والف مبروك.